سمسم سمسمة، انتوا فين؟ انا هو يا بابا. كويس انك جيت يا بابا. في ايه يا حبيبتي؟ في المدرسة قالوا لنا عندنا اجازة الاسبوع اللي جاي. ايوة اجازة علشان العيد. ايوة ايوة انا سمعتهم بيقولوا عيد الكريسبي. إيه؟ لا الكرانشي. الكريبشنش. ايوة الكريسماس. ايوة 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 انا افتكرت، ده اللي بنطلع فيه الشجرة ونقعد نزينها. وماما تعمل لنا كيك وكوكيز بقى وكحك. ياوم. وكمان بنروح الكنيسة لابسين أحمر وأخضر. يا سلام. وبنشوف بابا نويل بقى، ده احنا بستنى الهدية بتاعته دي كل سنة. وأنا برضو. وكمان بالليل بنتفسح وناكل برا. يامي يامي. عارفة أنا بحب العيد قوي قوي قوي. وأنا كمان قوي قوي قوي. كل ده. طيب انتوا نسيتوا أهم حاجة. أيوة يا بابا نسينا فعلا. الهدية. الهدية دي أهم حاجة. أنا محوش عيدية السنة اللي فاتت. وأنا كمان. لا 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 لا، أنا مش قصدي العيدية خالص. أهم حاجة وأهم واحد في العيد يا ترى مين؟ أهم واحد في العيد هو جده حبيبي، علشان بيدينا عيدية كبيرة. لا لا مش ده قصدي. طبعا جده مهم إننا نشوفه في العيد، لكن في حد بنحتفل بيه. أيوة أيوة فعلا 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 لازم نحتفل بيه. إيه ده؟ هو مين يا بابا؟ أنا مش فاهم حاجة. يا ولاد الطفل يسوع هو صاحب العيد. ده عيد ميلاد الرب يسوع. الرب يسوع في اليوم ده جه واتولد علشاننا، علشان بيحبنا قوي. ساب السماء وجه للأرض علشان بيحبنا. فعلا قالوا لنا كده في مدرسة الأحد. لازم فعلا نحتفل بيه ونجيب له كمان هدية. يا ترى نجيب له ايه؟ برافو يا سمسم، سؤال حلو. دايما في العيد بنهتم بحاجات كتير نعملها، ده مهم، لكن الأهم إننا نروح نصلي ونشكر الرب يسوع صاحب العيد. نشكره إنه بيحبنا. أما بقى موضوع الهدية ده، تفتكروا نجيب له إيه؟ صحيح، نجيب له إيه؟ ده الرب يسوع مش أي حد يعني. عارفين؟ عارفين إيه أحلى وأحسن هدية بيحبها الرب يسوع؟ أنا بفكر في فكرة. أطر. لا عربية عربية. لا طيارة. بريموت بريموت. لا عروسة. كورة كورة كورة. لا بصي نجيب بيت ونقعد نعمل كورة احسن كورة. لا بص عربية كبيرة. ثانية واحدة. هدية الرب يسوع هو قلبك وقلبي وقلبه. لما نحبه ونصلي له ونتكلم معاه يكون قلبنا ملكه. دي احلى هدية للرب يسوع. واو يسوع ده حلو. حلو قوي. حلو خالص. فعلا يا ولاد هو احلى حاجة في الدنيا دي كلها. اوعى تنسوا تقضوا العيد وانتوا بتحتفلوا بالرب يسوع. ويلا دلوقتي ننادي على ماما ونطلع شجرة الكريسماس ونزينها. يا سلام.